الخامسة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بشأن متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومي، وأكد مدبولي أن الحكومة ماضية في استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، وانطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، ومن خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، تمشيا مع الجهود التي تبذلها الحكومة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمته في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول، فضلا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة. أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، وذلك ردا على ضربة أدت إلى مقتل 4 في جنوب لبنان. وبحسب ما قال الحزب، فقد تم إطلاق صواريخ من نوع كاتيوشا، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي على بلدة شمع. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل، وذلك وسط حالة تأهب قصوى بشأن احتمال شن جماعة حزب الله اللبنانية ضربات انتقامية. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن نظام القبة الحديدية قام بعمليات اعتراض فوق منطقة الجليل الغربي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التكاتف معا من أجل منع أي أعمال يمكن أن تدفع الشرق الأوسط برمته إلى حافة الهوية. وأكد غوتيريش أن الهجمات في مرتفعات الجولان وجنوب بيروت وطهران تمثل تصعيدا خطيرا، داعيا لممارسة أقصى درجات ضبط النفس. قالت مصادر فلسطينية إنه تم تسجيل أكثر من 1,800,000 إصابة بأمراض مختلفة في قطاع غزة، ذلك نتيجة ظروف الحرب والنزوح والحياة القاسية في الخيام واكتظاظ المرضى بالمستشفيات ونقص الأدوية. وفي هذا السياق أوضحت المصادر الفلسطينية أن استهداف إسرائيل لمراكز التعليم بغزة قد حرم 800,000 طالب من التعليم، بينهم 39,000 حرموا من تقديم امتحانات الثانوية العامة. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كل الأطراف ذات التأثير في قطاع غزة والمنطقة إلى تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار. كما أدان لافروف اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران. أطلقت روسيا سراح الصحفي الأمريكي إيفان جيرشوفيتش وعنصر البحرية الأمريكية السابق بول ويلن، وذلك في إطار إحدى أكبر صفقات تبادل السجناء بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة. شملت عملية التبادل سجناء من الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وبيلاروسيا وروسيا. أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرارات شجاعة اتخذها حلفاء الولايات المتحدة وأدت إلى عملية تبادل تاريخية للسجناء مع روسيا. أشاد بايدن خصوصا بالدور الذي أدته ألمانيا وتركيا لإنجاز صفقة تبادل ل 26 شخصا بينهم قاصرا. قالت وكالات رصد إن زلزالا ضرب جنوب إيطاليا شعر به سكان منطقة أوسع، لكن لم ترد تقارير أولية عن أضرار كبيرة. وقالت إدارة الإطفاء الإيطالية إنها لم تتلقى أي تقارير عن أضرار أو طلبات للمساعدة، وهو نفس ما قالته إدارة الحماية المدنية في البلاد. ومن جانبه قال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا إن زلزال وقع بالقرب من مدينة كوزانسا، وأشارت تقديراته إلى أن قوته بلغت 5 درجات. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة. شكرا لكم وإلى اللقاء.